لو الحكاية فيها إن فيجو. ذكر ده يا ابو مصطفى. شفت السم ده؟ ده سم اللي بينزل من بقه ده، شايف كده؟ اهو السم اهو، الاصفر ده كده، المسكه كده غلط برضه، كده المسكه دي كده غلط. ما تمسكها ازاي؟ ايوه، ما كل حاجه لها مسكه. شايف هنا فين انا ضغط عليها كده؟ سنه الناب بتاعها اهي، شايف تعمل ايه؟ هي اي سنه تلمسها فيها بتحرك فيها عايز تقفز بيها هي. بص، يعني ممكن السم ده تاخدك زي السرنج تيجي على وشها. ممكن شايف ازاي السم فين؟ اهو على اليد اهو، السم ده بتاعها اهي. كده انا بعمل ايه؟ بقوم سايبها بسرعه زي كده. واستخدم ايه؟ طريقة تانية ليها. ادي الاسنان بتاعتي. دي السنه بتاعتها. اسنان، شايف السنه فين؟ بص، ادي الاسنان بتاعتها، ادي التاني المخالب التاني. شايف ايه؟ قد ايه السنه بتاعتها دي؟ ودي الثانيه اهي معاها. ده تكون بتقول اسنان مقلعه؟ لا مش مقلعه اسنانها. لا انا كل شيء ده نصيب. ماشي، انا اتلدحت فيها مني برضه، والحمد لله برضه، وتعبت مش ما تعبتش، بس عشان انا لما عرفت عقوبتها ازاي وخطورتها ازاي. وزاد اكتر اخدت بالك حبي اخدتك في اهل بلدي انا هو لما كنت صغير قبل كبير. جايزك جايب طبعا، كنت تعبت انا، مش يعني واحد خلاص جا وراح، لا لا، الا البلد كلها جت زارتني، والصغير قبل الكبير. فزدت اخذتك يعني وهبت اخذتك بامر الله كله، جسدي وروحي لاهل بلدي هنا. لو في نص الليل، في اول، في اي وقت كان، في نص الليل لو واحد بيقول لي على الحاجه فين، ما اقولوش لا. لو انا لو في احلى نومه والتليفون ضرب عليا برضه اقول انت فين؟ انا في حته فين؟ اروح له برضه. بتاعها خدت بالك هي بتتقطع الدماغ من جسم منيها، موجوده الدماغ جوا فيه لسه عاملها من مولها. فدي هي دي ايه؟ بتستخلص الجسم من ايدين ازاي؟ بمسكها ادي الوخيط طبعا كده اهو، ماشي؟ تتشال الدماغ منيها، تتلاصق زي ما كده، بتتسلخ زي كده اهو. التاني دي كده الجلد بتاعها لبرا وتشد زي المعيس كده اهو، تتسلخ يطلع الجسد ده وحده كده اهو، الجلد بتاعها ويبقى جسد واحد. ده بيبقى فاتح ده، ثم انت بتطلع الجلد ده هو منيها، البطن بتاعها بيتشق وحده كده، بيبقى الدهن هنا اهو من تحت من جوه هنا، افصاص افصاص، بس جدي رماد ليها تبقى فيها. ما بيتعملش عشان واحد يقول لك بعملها ساده الدهن بتاعها كده، لا، ده بيتعمل بزيت الزيتون فقط لا غير، ما فيش اي تركيبه ثانيه بحطها على غير زيت الزيتون بس، الخام بتاعها. من ناحيه الكميات، لا، جايب كميات مهوله، لاني بلف المحافظه كلها في الصيف بالذات، لان الشتاء ما بيطلعش. دي من الكميات اللي انا بقول لك عليها دي، ان هي اخطر حاجه، ان هي لما بتبيض، دي اصلا بتبيض، بتجيب 15 ل 30 بيض من
15 بيضة ل 30 بيضة. وتخيل انت لما تكون دي الفرخة ما بتعملش كده. فيه.